حربهم ضد ما يصفونه بالارهاب وبين معركتهم لتصفيه الثوره السوريه خيط يتغير سمكه وفق ما تقتضيه معادلات القوه دوليا واقليميا فحين تعلو الاصوات في العالم مسانده لحق الشعب السوري في الثوره ضد القمع والاستبداد يعلنها النظام وحلفائه حربا مقدسه ضد ما يصفونه بالارهاب واذا خف الصوت تبعا لتغير المصالح إذا بهم يكشفون عن وجههم الحقيقي، فالهدف يتمثل باستعالة نظام الأسد سيطرته على المناطق التي فقدها طوال سنين من الثورة الشعبية ضده، ولأن محافظة إدلب تعد آخر المعاقل الرئيسية للمعارضة، فإنها بانتظار معركة فاصلة ربما بدأ العد التنازلي لها. إقليميا فإن تركيا تبذل جهودا حثيثة مع روسيا ومع الفصائل المسلحة في المحافظة من أجل تجنب المعركة أو الحد من أخطارها التي تهدد المدنيين الذين يبلغ عددهم في إدلب نحو أربعة ملايين نسمة، الأمر الذي ينذر بنزوح مئات الآلاف ولذا فقد حذر وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو من كارثة كبرى في حال نشبت المعركة. اما روسيا فانها تبدو منشغله مع النظام في الاعداد للهجوم المرتقب على ادلب في الوقت الذي تحذر فيه من ضربه عسكريه امريكيه لقوات النظام قبيل بدء المعركه، بينما قالت واشنطن ان ثمه مؤشرات على ان قوات النظام تعد لهجوم كيميائي على ادلب محذره من انها لن تصمت حيال ذلك، غير انه على الرغم من هذا التوتر والترقب بشان ادلب الا ان ثمه من يرى ان تلك المعركه المرتقبه ربما لن تقع. استنادا الى الجهود التركيه في توحيد جبهه المعارضه السوريه ومحاولاتها اقناع هيئه تحرير الشام بحل نفسها وانضمام مقاتليها الى باقي فصائل المعارضه، تفويتا للفرصه على من يتربصون بالشعب السوري، فهل تنجح المساعي التركيه في تجنب الحرب على ادلب؟